مساء مشاهدينا الكرام في كل مكان، أرافقكم في حلقة جديدة من برنامج عبر الخط الأخضر. وكما العادة سنكون أمام عدد من القضايا والقصص التي اختارها مراسلو البرنامج. أسبوع من الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة رصدتها كاميرا البرنامج، وها نحن ننقلها إليكم. سوق الميلاد الهدف منه هو تحريك الحركة التجارية في مدينة الناصرة مستفيدين من أجواء العيد، وأعتقد أن النجاح في هذا المجال هو نجاح كبير وهي تجربة جديدة نسعى إلى تطويرها في المستقبل. أجواء العيد في مدينة الناصرة كتير كويسة السنة دي وأحسن من السنة اللي فاتت، وفي فعاليات للأطفال كتير حلوة. كل سنة وأنتم سالمين، وأنا طبعاً بقول إنه هاي هي الناصرة، هاي هي جمالها. الناس اللي اشتغلت هون كليات المتطوعين بهدف إنه يكون في أمر جميل لكل طفل ولكل عائلة في هاي البلد الجميلة. كان في قبل فترة أكيد الكل بعرف إنه مرأة في طلعات ونزلات، هذا اليوم هو نسانا كل شيء وربطنا كلنا مع بعض، كلنا عائلة واحدة، وهذا هو العيد. مزبوط عيد المسيح، بس العيد هو عيد البلد، عيد المحبة. احتفال كبير على مدار فترة طويلة، تقريبا شهر من الاحتفالات، ونتأمل كل السنة تضلها بس احتفالات وأيام جميلة. هذا السوق هو جزء من فكرة اللي راح تستمر على مدار السنوات، بهدف كمان أن نوصل التواصل ما بين أطراف المدينة مع داخلها، وهذا الأمر مهم جدا، إضافة إلى مشاريع أخرى اللي بنقوم فيها من ناحية التسويق ومن ناحية الموضوع السياحي. هذا الأمر هو مهم جدا، والناصري لازم تأخذ حقها اللي ما أخذته على فترات طويلة من الزمن. بتأمل إن شاء الله دائما إذا إحنا كلياتنا كمؤسسات وجمعيات منكتر من هاي البرامج مع بعضنا والفعاليات، أكيد بنرجع منشجع السياحة لمدينة الناصرة بكل قيمتها التاريخية واللي موجودة بالبلاد بفلسطين ككل، وكمان منشجع ومن هيك منحرك شوي اقتصاد البلد. دورنا كمركز الطفولة ومشروع التطوع مع المتطوعات الصبايا من هذه المدينة، ندعينا عن طريق جمعية الناصرة جمعية السياحة في الناصرة منشان نعمل فعاليات للأطفال اللي جايين هن وأهاليهن على المهرجان هذا، وعم بيكون في إقبال كتير كتير حلو. صبايا المتطوعات بمشروع أنا من هذه المدينة جايات بروح كتير عالية ليدعموا ويساعدوا أهل بلدهن ويشتغلوا معهن بفعاليات مختلفة. جو كتير حلو، أهلا وسهلا. أعداد الهائلة من أهل المدينة، زوار المدينة جاءوا للمشاركة في هذا الاحتفال، ومن هذا الاحتفال وجهنا بشكل خاص التحية والتهاني لمدينة بيت لحم، مدينة الميلاد، مع التمنيات بأن تحتفل في السنة القادمة وقد أصبحت جزءا من دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. هذه أمنيتنا جميعا حتى تكتمل احتفالاتنا. ستبقى احتفالاتنا ناقصة ما دام الشعب الفلسطيني لم يحقق آماله بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة. أجواء ساحرة فعلا، ونحن بدورنا نتمنى لجميع المحتفلين وغير المحتفلين عاما طيبا ومثمرا، ونظل في الأجواء الاحتفالية، ولكن من الاحتفال بالميلاد إلى الاحتفاء بالشعر. ولكن دعوني بداية قبل أن ننتقل إليه أرحب بضيفتي لهذه الحلقة السيدة نائلة لبس، وهي الباحثة في التراث الشعبي. أهلا بك سيدة نائلة. أهلا فيك. يا هلا. نعم، دعينا بداية نشاهد التقرير الذي أعدته الزميلة زينة عدوي، ومن ثم نبدأ الحوار معك. ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق، وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق. يا
أمسي الليلة هي واحدة من سلسلة برامج سميناها خراريف نصروية، المقصود فيها إن ننزل الأدب من برجه العاجي ونطلع الشعب البسيط من بساطته ويلتقوا بالنص في خراريف هي بفحواها أدبية لكن في شكلها العام يعني شكل حوار بين الضيف وبين الحضور. صباحك من الله بخير، زقزق على الشباك الطير، وليه ما رنسيت الدير، ما يصلحوها النصارى. أبو حافظ لو تدري باع السدر من بدري، وأحمد مش ناوي يسري على الشغل بالكسارة، نجلة بتطحن بالبابور من الصبح وقفت بالدور، بابور دار قنازة، نجلة بتطحن بالبابور من الصبح وقفت بالدور، وحنا عن طريق الغور نزل على القدس زيارة. تراث ينظم بالشعر وخراريف تحكى بالزجل بين النوستالجيا والحفاظ على الهوية الفلسطينية. تنظم هذه الأمسية التي أطلق عليها منظموها اسم خراريف النصراوية ليكون ابن الناصرة الشاعر تميم الأسدي ضيفها المطلة من نافذة شعره على الجمهور المهتم بموروثته. من خلال العنوان، العنوان لطيف، خراريف، قصص، حكايات، مناسبات سعيدة، ذكريات جميلة لها صدى في قلوبنا في الناصرة وفي البلاد، ما هو علاقة وثيقة بالتراث الفلسطيني العربي بالشرق. طبعا نحن هنا في بيت المرحوم المحامي توفيق معمر، توفيق معمر صاحب كتاب ظاهر العمر، له لمسات على التاريخ الفلسطيني. يا زين يلي فيلم عنا معتمد، ومين مثلك في نظم شعر نفد، أو زرت عكا قلعة الشرق الحصين، أو زورنا بمشوار عادة ياري لأسد. وهن كانوا في قهوة الدلالين بعكا، صعد محمد محمود الزين مثل البرق الخاطف على المنبر بجواب سريع مرتجل، شو قال له؟ ديني بإيماني في شريعتي بمذهبي، قلبي بحبك زي ما يحب النبي، ديني بإيماني في شريعتي بمذهبي، قلبي بحبك زي ما يحب النبي. عزمتني طازور في دير الأسد، بركض ركض بمشي مشي بحبي حبي، بركض ركض بمشي مشي بحبي حبي. يسعى القائمون على هذه الأمسية إلى كسر عزلة الأدب والشعر، تقريبهم من الناس، وإلباس ثوبا شعبيا قادرا على خلق حوار مباشر مع المتلقي والجمهور المتذوق. كتير كان إشي حلو وإشي رائع، ومنيح إنه في حدا من الشباب بعده بحافظ على هذا المحل عشان يتوارثوا أولادنا لقدام، فكان كتير حلو، كان كتير رائع، وياريت كل واحد موهوب زي الشاعر تميم الأسدي إنه يكرر هذا الإشي ويضل يعيد عليه وينشره لأولادنا، إحنا بحاجة له. الأمسية رائعة، رجعتنا لشغلة اللي إحنا زمان ما سمعناهاش، رجعتنا لتراثنا، رجعتنا لأحاسيسنا القوية لبلادنا وانتماءاتنا ولفرحنا اللي كنا فاقدينه. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام من جديد، وعدنا لمتابعة هذه الحلقة من برنامج عبر الخط الأخضر، وإلى ضيفتنا لهذه الحلقة سيدة نائلة لبس الباحثة في التراث الشعبي. أهلا بك سيدة نائلة من جديد. يا هلا. نعم، بداية يعني هلا أطلعتنا على كيف ترين إلى الشعر الشعبي أو الزجل بشكل عام وتحديدا في فلسطين، هل ترين فيه تراثا
متجمدا متصلبا نتعامل معه، يعني نحافظ عليه نكرره ربما، أم أنه ربما يكون مادة حيوية عصرية تتفاعل مع الحاضر أيضا؟ أول شيء شكرا كثير على اللقاء، وشكرا على أنكم بتضلكم تطرقوا باب التراث الشعبي. نعم. من كل نواحي. هون التعريف، تعريف الشعر الشعبي وتعريف الزجل بصير فيه مرات التباس. لولا الحياة الشعبية، الحياة العادية، ما فيش شعر شعبي. لأن الشعر الشعبي دائما يتحدث عن واقع الحال اللي موجود بحكيه. الشعر الشعبي من 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 واحد من مواضيع الفولكلور. فولكلور يعني فولك، الشيء المتداول الشعبي اللي كل الناس بتحبه، اللي كل الناس بتشتريه، اللي كل الناس بتتعامل معاه، واهم شيء اللي كل الناس تتذوقه. لور هو الفكر. لما احنا بنحكي عن الفولكلور والزجل او الشعر الشعبي اجمالا هو جانب من جوانب الفولكلور، اذا احنا بشكل مباشر هذا يتحدث عن الناس، عن هموم الناس، عن مزاج الناس، عن واقع الناس بالوقت بالزمن والمكان اللي موجود فيه. فمنقدرش نيجي نقول هل يحاكي الشعر الشعبي بتحدث للناس، هل الشعر الشعبي يواكب التطورات؟ لو لم يواكب التطور، لا، لو ما مشيش مع التطور ما اسمه الشعر الشعبي، منصير احنا نروح تلا الشعر الكلاسيكي، تلا القصائد. اليوم معروف انه القصيدة هي للخاص مش للعام، يعني شخصية كتير، شخصية يعني. مرات لا تتعدى الشاعر نفسه. يعني مرات بتلاقي انه الشاعر بكتب لحاله ما حداش بفهم عليه. أنا بحس هذا الشعر الحديث بس أنا ما بفهموش. فهذا الفرق الكتير كبير بين القصيدة، خصوصا القصيدة الحديثة اللي بنسميها إحنا الشعر الحديث، وبين الشعر الشعبي أو بين الزجل الشعبي. بس بتوافقيني شو الرأي، ممكن أنه تعاملنا مع التراث فيه إشكال ربما بسيط، وهو أنه ممكن إحنا نكون مخلصين للشكل وأيضا للمضمون، يعني المضمون التراثي يعني بين مزدوجين، يعني بحيث أنه ممكن نشوف شعراء صغار بيحكوا عن الخيل والسيف، يعني بينما لغتهم العصرية بتتحدث عن شغلات جديدة. هل هذا المشكلة في تعاملنا مع التراث، أم أنه هو لا يستوعب ربما لغة عصرية جديد كتير؟ اتطلعي، بدي أقول لك إشي كتير مهم. يعني دائما إحنا منلوم حالنا ليش مش عم نتعامل مع التراث. التراث بده مناخه وبده البيئة تبعته. كيف؟ يعني لما تيجي مثلا أنت بتسمع غنوية بتحكي عن مثل ما قلت السيف ولا الخيل وإلى آخره، اليوم مش موجود هذا، بس بوقفش عند حد الشعر الشعبي. وهذا بقدر أنا كتير أحسه لأني فايت في عمقه مع الأغنية النسائية. الأغنية النسائية حافظت على شكلها الكلاسيكي، حافظت على الموتيف المتردد فيها، حافظت على المواضيع تبعتها، ولما صار في مجال إن نضيف عليها المتغيرات اللي اليوم موجودة ضفناها. ضفناها طبعا مش... ضفناها. ودائما أنا بعطي هذا مثل لأنه كتير مثل واضح. منقول منغني للعروس لما بتطلع من دار أبوها، شد لها يا أبوها شد لها، وان طلبت مصاري عد لها، معروف شد لها حط العدة على الفرس عشان العروس، شد لها يا ابوها على الحصان، شد لها يا ابوها على المهرة إلى آخره. بعدين ما عدناش نقول العروس على المهرة ولا على الفرس ولا على الحصان ولا على الجمل، صرنا نقولها في الباص. ضلينا نقول شد لها يا ابوها على الباص، شد لها يا ابوها على التاكسي. ودائما أنا بعطي هذا المثل لأنه هزني من العمق. يعني شفت زف ماشي بتقول شد لها يا ابوها على الليموزين. إذن الأغنية الشعر الشعبي لا يتجمد. لما بده يتجمد ببطل اسمه شعر شعبي. فواحدة من صفات خصوصا الأغنية النسائية اللي حافظت على الشكل والمضمون تبع الأغاني اللي غنتها، إسا بنحكي شو المواضيع اللي غنتها المرأة، واحدة من صفاتها المهمة دائما استعملت المواضيع بنت الساعة. مثلا احنا كل عمرنا بنقول الاباجور تبع البيت اسمه اباجور لما كان معمول من خشب، لما نسكر الازاز ومن وراء الاباجور اللي يفتح ويسكر بهذا الشكل. بعدين ايش صرنا نسميه احنا هذا؟ تريس. صار اخذنا الاسم كلمه عبريه، يعني عنوان او لتعريف هذا الاباجور اللي بلف او بزيح اللي معمول من بلاستيك الى اخره. صارت تغني النسوان لطلع على الطياره فوق وكسر تريسها،
والشباب اشكال الوان وفلان عريسها. فدايما الكلمات او التجديد اللي موجود في المجتمع يظهر في الأغنية. انا شخصيا عملت ابحاثي كلها على الناحية الوظيفية للأغنية النسائية، بحثت في الوظيفة التي تؤديها هاي الأغنية. لو اني كان عندي الظروف، لانه بتحب احكيكي على الظروف، ظروف صعبة جدا حتى انت تقدر تتبعي او تلحقي لأغنية، يعني كيف اتطورت عم مش عملية. كيف اتطورت الناحية التاريخية، في عندي انا بحث وظيفي، في عندي بحث تاريخي، في عندي بحث انثروبولوجي، في ابحاث صعبة علي من كل النواحي، انا كأم، انا كزوجي، انا كمعلمي، كان صعب علي اترك بيت واروح ادور على اصول هاي الاغاني. لو بدي اعمل بحث تاريخي عن الاغاني بقدر افرجيك. يعني شو المشكله انه كان صعب عليك؟ هل لانه يعني نقص في الوثائق والكتب اللي وثقت هاي الاغنيه التراثيه؟ اللي وثق هاي الاغنيه التراثيه لحد ما انا طلعت عليها بالنسبه للنساء ما كانش في حدا سائل عنها، وكان في ابحاث حكت عنها الله يرحمه الاستاذ دكتور عبد اللطيف البرغوثي، جاب الأغاني النسائية كان شكل من أشكال الغناء الشعبي، بس ما فات في قلب الغنوية في تحليل في توصيف هاي الأغنية. بدك تجمعي أكتر، وبدك تدوري على الثغرات اللي موجودة في حقب تاريخية معينة وتلاقي طيب الأغاني. ممكن كتير أشخاص أو أصوات تدعي إنه هاي التغيرات الحاصلة على الأغنية الشعبية النسائية إذا نسميها، يعني هي ممكن تكون تخرب، بالعكس تخرب يعني التراث. شو بترد على هذا الادعاء؟ لا لا لا، فيش إشي بخرب التراث. التراث هو بخلق حاله، التراث هو بوجد حاله. قديش أنا أحافظ عليه؟ أنا في عندي شغلتين. الشغلة الأولى اللي بتخرب التراث هو التدوين. لما أنت بتدوني التراث أنت بتساهمي في تخريبه. ليش؟ كيف؟ لأنه شكل من أشكال تفتح الأغاني النسائية، أنا بحكي كمان مرة عن تخصص عن الأغاني النسائية، تدوينه مش معناها تجميده، تدوينه معناها توثيقه للتاريخ عشان يعني للمعرفة. لأنه إحنا وصلنا لمرحلة إسا ما عدناش نتعامل بهاي الأغاني، لأنه كل الظروف الحياتية والاجتماعية حدت من استعمالنا لهاي الأغاني، إذن هي تجمدت إلا حالها تجمدت. أما لو هذا التوثيق كان قبل 50 سنة أو قبل 70 سنة أنا خربت على الأغنية، لأنه يعني شكل من أشكال تفتح الأغنية وتنوع الأغاني تنوع التعبير هو أنك أنت تيجي تسمع غنوية بإكسال أنت تجوزت في أنا عارفة في جيش، بدك تكرري هاي الغنوية بتنسي بعض أبيات، بتقوم تحطي من عندك أبيات جديدة عشان أنت تكمل الوزن وتكمل القافية وتكمل الإيقاع تبع الأغنية. فبهذا الشكل بتشوف في عندي أغاني متضخمة قد ما هي فيها زيادات وفيها نفس الأغنية. بس أنت حكيت عن يعني بدون زيادات يعني أو تضخيم، عن التوثيق البسيط للأغنية الموجودة يعني الموجود. بدون زيادات، يعني هذا كمان ممكن يخرب التراث برأيك؟ لا بخربش التراث، بس لا يمكن الأغنية التراثية تتوقف، لا يمكن توقف. طب كيف ممكن برأيك الوسيلة الأنجع والأفضل والأمثل إنه نوثق هاي الأغاني، لأنها هي سمعية بالآخر، يعني هي تتناقل شفوياً بالطبع، ولكن مزبوط. يعني هي أيضاً بحاجة لا تدوين ولا توثيق. اطلعي أنا اللي علي عملته بالنسبة للتوثيق، قديش قدرت أنا أجمع من التوثيق جمعت، إن كان بأغاني الأعراس، قابلت نساء قديش بدي قابلت نساء، والإشي إنه معظم النساء اللي قابلتن اليوم مني في جوار ربن، لأنه الاختياريات كانوا قبل 30 سنة. أغاني الأطفال اللي كان في عندي مشكلة في جمع أغاني الأطفال، لأنه أغاني النساء متداولة في الأعراس والمناسبات بشكل مفتوح، يعني حتى لو بتكيش أنت تروحي على العرس أنت سامعة أغاني العرس، بس أغاني الأطفال بديش أغاني أول تهليلات عملياً؟ تهليل وزغوين وتشتشي وأغاني الحمام وأغاني المشي وأغاني الأكل وأغاني الطهور وأغاني كل الأغاني هاي بتضلها علاقة بين الأم والطفل، بس بين الأم والطفل. وعشان هيك أنا أتحدث، كان في رجل بيعرف المرأة شو غنت للطفل، لأنه هذه حوار داخلي مرات بين الأم وذاتها. يعني كنت بتمنى أنه نحكي أكثر عن هذا الموضوع ولكن الوقت أدركنا. بشكرك كثير سيدة نائلة لبس، وأنت الباحثة في التراث الشعبي، على هذه المشاركة، يعطيك العافية. أهلا فيك. ونحن مشاهدينا الكرام افتتحنا حلقتنا بصورة عن أجواء العيد في مدينة البشارة مدينة الناصرة، وكذلك نختمها صورة من مسيرة عيد الميلاد المجيد من قلب المدينة وبعض الترانيم من كنيستها، نشاهدها في هذا التقرير.
مسيرة ميلادية حاشدة استقبلت مدينة الناصرة عيد الميلاد المجيد وسط أجواء احتفالية مليئة بالفرح والسعادة لتعلن بدء الاحتفالات بقدوم العيد، وهي احتفالات ما زالت مستمرة من خلال فعاليات مختلفة يشارك فيها الآلاف من كافة الطوائف بالإضافة إلى السياح والزوار الذين يفدون إلى المدينة يومياً. الناصرة لبست حلة العيد وهي على أتم الاستعداد لاستقبال العيد ولاستقبال آلاف الزوار من البلاد والخارج الذين يحضرون إلى هذه المدينة لمشاركة أهلها كل أهلها بكل طوائفهم في موسم الأعياد أعياد الميلاد واستقبال السنة الجديدة. وحدك ساكن قلبي لا تتخلى الكلاسيكية يعني الشرقية وربيت على الجو الكنائسي وأنا صغيرة، يعني أنا بيت أعمل إشي من اللي أنا كنت أعمله وأنا صغيرة، ونشكر الله لأنه أكيد الواحد يعني لازم شوي كمان يساوي لربه إشي، يعني أكيد بيباركه أكتر. للفنانة جورجيت نوفي وفرقتها كانت إطلالة خاصة للميلاد المجيد، ترانيم ميلادية شاركت بها جمهور المحتفلين في كنيسة السالزيان في الناصرة، في حين إن مثلها يسمعها الزائر في كل مكان في الناصرة من خلال صوت فيروز المنقولة عبر المكبرات الصوتية في البلدة القديمة، السوق أو في الشارع الرئيسي وفي ساحة العين، مما أعطى الناصرة بهجة العيد وألبس حلة جميلة ورشيقة. الأجواء بالناصرة كتير حلوة، بتعرف أكتر يعني الواحد أسري، الناس هنا كتير بتحب بعض من جميع الطوائف، في وحدة حلوة، وإن شاء الله يا رب دايما هيك وأكتر وأكتر نكون مع بعض من كل الشقات. ويعني أكبر إثبات إنه اليوم كان عنا من جميع الطوائف يعني بدون استثناء، يعني من مش بس الطوائف المسيحية ومن غيرها كمان، فالحمد لله إن شاء الله دائما. أعزائي المشاهدين، نصل إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج عبر الخط الأخضر، ونأمل ألا تكون هنالك خاتمة لهذه البهجة التي عمت قلوب شعبنا أيام العيد. كنت معكم أسماء عزايزي، أنتظركم الأسبوع القادم في ذات المكان والزمان، وكل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.